الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قبل دخولنا في هذا الباب الجديد، أذكر أيضا مرة أخرى بأهمية العناية بكتاب الله عز وجل، ولا سيما في هذه الليالي المباركة العظيمة، الليالي الأخيرة من شهر رمضان، وهي خير ليالي السنة وأعظمها وأشرفها وأكبرها بركة، وفيها ليلة هي خير من ألف شهر، فيها أنزل الله عز وجل القرآن. وكان جبريل عليه السلام كما ثبت في الصحيح يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويذاكره القرآن ويدارسه القرآن، وكان ذلك يقع ليلا، كان ذلك أو تلك المدارسة تقع ليلا، كما في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة، كان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. هذا الحديث استفاد منها فائدة عظيمة في شأن المدارسة للقرآن ليلا، واستفادة من الليل، وخاصة في العشر الأخيرة التي فيها أنزل القرآن، لأنه أنزل في ليلة القدر، وليلة القدر في العشر الأواخر تتحرى. ولهذا من المهم جدا أن يعتني المسلم وخاصة الحافظ للقرآن، يعتني بعرضه على آخر، وهذا فيه معونة عظيمة على التثبيت، من جهة تثبيت المحفوظ، ومعونة أيضا على حسن الانتفاع والبركة، لأن هذه الأوقات فيها بركة عظيمة جدا، فيها بركة عظيمة جدا. ولهذا ينبغي أن تتضافر الهمم وتعلو للعناية بالقرآن ليلا. ومن عنده أحاديث مع إخوانه ومحبة لمؤانستهم يستطيع أن يؤجلها إلى بعد العيد، ويستغل هذه الليالي الاستغلال الذي ينفعه الله سبحانه وتعالى به. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ما جاء أي في الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، ما يدل على أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وهذه الأدلة فائدتها للمسلم، وكذلك هذا الباب إذا وقف عليه المسلم فائدته أن يحذر أشد الحذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا بالنصوص الصريحة نص على أن بعض الأمة سيعبدون الأوثان،
فهذا يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام على وجه النصح للأمة، وأن من قرأ هذا الباب وقرأ هذه النصوص والأدلة يحتاط أشد الحيطة ويحذر أشد الحذر، ويعمل الباب الذي تقدم معنا سابقا باب الخوف من الشرك. فإن من الأمور التي تعين العبد على الخوف من الشرك هذا الباب، أن بعض الأمة سيعبد الأوثان فيخاف الإنسان على نفسه وعلى أهله وعلى ذريته، ويسأل الله عز وجل كما سأل إبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام بيده، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذا الباب يعتبر من الأبواب المهمة في هذا الكتاب، هذا الباب يعتبر من الأبواب المهمة في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، وألا وهو مجيء نصوص كثيرة تدل على أن هذه الأمة سيوجد فيها من يعبد الأوثان، سيوجد فيها من يعبد الأوثان. من يقرأ الباب يجد أن المصنف رحمه الله ذكر ثلاث آيات كلها لا علاقة لها بهذه الأمة، كلها تخبر عن اليهود والنصارى من كانوا قبلنا أنه وجد فيهم عبادة الأوثان، كل الآيات الثلاث في هذا الباب. فمن يقرأ الباب لأول وهلة ربما يتعجب يعني يقول الآن الباب في أن بعض هذه الأمة، وهذه الآيات ما ليس لها علاقة بالأمة، هذه الآيات كلها تتعلق باليهود والنصارى. فيأتي الجواب على ذلك في الحديث الذي ساقه بعد هذه الآيات، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سننا من كان قبلكم. فإذا جمعت الآيات مع الحديث تبين لك ماذا؟ تبين لك المعنى الذي ترجم له، وأن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. إذا قال قائل هذه آيات لا علاقة لها بالأمة، يتحدث عن اليهود وعبادتهم للأوثان، فما علاقتها بهذه الأمة والترجمة في هذه الأمة؟ يقال الجواب في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. ثم بعد ذلك يأتي رحمه الله بالنص الصريح عن نبينا عليه الصلاة والسلام لا تقوم ساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالأوثان وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. فيأتي بعد ذلك بالنص الصريح في ذلك. فالحاصل أن هذه الترجمة، هذا الباب باب مهم جدا أن يعرف المسلم أن بعض الأمة ستعبد الأوثان من أجل أن يحذر ويحذر أيضا أهله وولده، ويستعين بالله عز وجل في فهم التوحيد ليسلم وينجو من ذلك. قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. عرفنا فيما سبق الوثن يطلق على كل ما عبد من دون الله، حجر أو شجر أو قبر أو غير ذلك، ولهذا مر معنا في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا يستفاد منه أن القبر أي قبر كان إذا عبد صار ماذا؟ وثنا، لأن الوثن هو كل ما عبد من دون الله. الوثن إن إبراهيم الخليل قال لقوم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، فالوثن كل ما يعبد من دون الله، كل ما يقصد بعبادة من دعاء أو استغاثة أو ذبح أو نذر أو غير ذلك، كل ما يقصد بعبادة أو بأي نوع من أنواع العبادة فإنه يكون حينئذ وثنا. قال رحمه الله وقول الله تعالى
ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي انظر هؤلاء وتأمل في حالهم. أعطاهم الله نصيب من الكتاب، ومن أعطي نصيبا من الكتاب فالأصل أن يكون هذا الكتاب ماذا؟ هاديا له، ومرشدا، ومنجيا، ومحققا له السلامة. لكن مع ذلك هؤلاء أوتوا نصيبا من الكتاب الذي فيه الهدى والنور والفلاح والسعادة، ومع ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت. عندهم كتاب ومع ذلك ماذا؟ يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون أي يصدقون. والجبت هذه كما قال أهل العلم كلمة تطلق على على الصنم، على الكاهن، على الساحر، وهذا سيأتي معنا في باب لاحق. والطاغوت الشيطان وما يدعو إليه من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقولون عن المشركين، يقولون عن المشركين عبدة الأصنام أنهم أهدى سبيلا من المؤمنين أهل التوحيد وعبادة الملك الديان سبحانه وتعالى. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. مطابقة الآية للترجمة أن هذا أمر وقع فيه أهل الكتاب، الإيمان بالجبت والطاغوت، وقد أوتوا كتابا، أوتوا نصيبا من الكتاب. فإذا سيوجد في هذه الأمة، نعم سيوجد في هذه الأمة التي أوتيت الكتاب الذي هو القرآن، سيوجد فيها من سيحصل منه هذا الذي حصل من أولئك. ما الدليل؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أن الأمة ستفعل، أو في الأمة من سيفعل مثل فعل أولئك. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ثم قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل، أي أيها النبي، لهؤلاء، قل لهؤلاء الذين ذكروا في ذكرت صفة لهم في الآية التي قبلها، قال سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هؤلاء الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا ثم ينتقصون دين النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله لنبي: قل لهؤلاء هل أنبئكم، أي أخبركم أيها الطاعنون في دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أيها المنتقصون لدينه صلوات الله وسلامه عليه، هل أخبركم أنبئكم بشر عقوبة وجزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه في هذا النبي وفي الدين الذي بعث به؟ هو ما أنتم عليه أنتم من صفات ذكرها: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي وجعل منهم عبد الطاغوت. لعنه الله، أبعده وطرده من رحمته، وغضب عليه غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير، مسخهم قردة وخنازير، وعبد الطاغوت أي ومن عبد الطاغوت. ومن عبد معطوف على ما قبله، ما قبله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير،
ومن عبد الطاغوت، وهذا موضع الشاهد، وهذا موضع الشاهد. قال أولئك شر مكانا، أي مما تظنون بالنبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام، وأضل عن سواء السبيل. مطابقة الآية للترجمة أن في الآية وصف اليهود بأنهم ماذا؟ عبدوا الطاغوت، وصفوا بأنهم عبدوا الطاغوت، فهذا الذي كان فيهم سيوجد في الأمة من يفعله، لخبر النبي عليه الصلاة والسلام الآتي: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نعم. قال رحمه الله: وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال وقول الله تعالى، هذه الآية الثالثة، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم، أي الفتية أصحاب الكهف، لنتخذن عليهم مسجدا. من هم الذين قالوا ذلك؟ الذين غلبوا على أمرهم، من هم؟ يعني أهل الكلمة، أهل النفوذ، أهل السلطة، الذين بيدهم الأمر. قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، لأي غرض تخذون عليهم مسجدا؟ لما رأوا ما هم عليه من الصلاح العظيم والكرامة التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها، ووجدوهم في الكهف أموات، قبضت أرواحهم بعد أن ناموا 300 سنة وزيادة، فأهل النفوذ لما وقفوا على هذه الحقيقة والكرامة والبركة التي جعلها الله في هؤلاء الفتية، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، يعني سنبني عليهم، على مكان المكان الذي ماتوا فيه وكانوا فيه، سنتخذ عليهم مسجدا، نتخذ عليه أو لنتخذن عليهم مسجدا. من أجل ماذا؟ أن تقصد تلك البقعة ويتبرك بها وتعبد فيما بعد من دون الله عز وجل. وقد مر معنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الآن الذي ذكره الله عز وجل عن أهل النفوذ، عن أهل النفوذ أنهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، هل يصح أن يقال هذا شرع من قبلنا، هذا شرع من قبلنا وجاء شرعنا بخلافه، هل يصح أن يقال ذلك؟ أبدا ما يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أولئك الذين قبلنا، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد، فهذا لا علاقة له لا بشرعنا ولا بشرع أي نبي. نعم، هذا لا علاقة له لا بشرعنا ولا بشرع أي نبي من الأنبياء. هذا الذي قاله أهل النفوذ أهل الكلمة، والصحيح من كلام أهل العلم أنهم ما كانوا مسلمين الذين قالوا ذلك، والله عز وجل ذكر ذلك يعني إخبارا بما قالوا، ليس إقرارا له. النبي عليه الصلاة والسلام لعن من فعلوا ذلك وقال قاتلهم الله، وقال شرار الخلق يوم القيامة، فالله عز وجل ذكره فعلا أو قولا لأهل النفوذ أهل الغلبة، وما كانوا ما كانوا مسلمين، وذكره سبحانه تحذيرا من ذلك، ويؤكد أنه تحذيرا من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن أولئك الذين فعلوا ذلك، قال قاتلهم الله، قال إنهم شرار الخلق يوم القيامة، وقال في الحديث الآخر اشتد غضب الله. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الآن تعجب الله غاية العجب
من يترك الأحاديث الصحيحة في لعن، من يفعل ذلك ويقول إن اتخاذ القبور اتخاذ المساجد على القبور عمل صحيح ومشروع بدليل قول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا شيء عجيب. الآية أولا هي في نفسها لا تدل على ما أرادوه لمن تأملها وعرف مدلولها، وثانيا الأحاديث صريحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام صحيحة ثابتة في لعن من فعل ذلك، في لعن من فعل ذلك الذي هو اتخاذ المساجد على القبور. وجه المطابقة للآية للترجمة أن هذا وجد عند أولئك، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن كل ما وجد عندهم ماذا سيوجد في الأمة بدليل الحديث الآتي. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. لتتبعن سنن من كان قبلكم. من هم هؤلاء الذين كانوا قبلهم؟ من المعنيين؟ من المقصودين بذلك؟ الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قالوا: اليهود والنصارى. قال: نعم، هم اليهود والنصارى. فإذا سنن من كان قبلنا أي اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. قال: حذو القدة بالقدة. القدة ريشة السهم، وريش السهم تأتي متطابقة متساوية، الواحدة مثل الأخرى تماما ولا تميز واحدة عن الأخرى. فمعنى قوله حذو القدة بالقدة، حذو القدة بالقدة، يعني لو فعلوا ما فعلوا سيوجد في الأمة من يفعله. حتى قال عليه الصلاة والسلام مبالغة في التأكيد على هذا المعنى، قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب يتميز عن بقية الزواحف أنه متلوي، في تلوي شديد جدا وعورة، يعني لو فعلوا أو أعمال متلوية ومعقدة مهما كانت سيوجد في الأمة من سيفعل مثلهم. حذو القدة بالقدوة، في بعض الأحاديث شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. معنى لتتبعن أي لتسلكن سبل أو سنن، أي سبل من كان قبلكم، طرقهم والشيء الذي فعلوا. هذا الآن لما تقرأ هذا الحديث يعطيك فائدة جدا، أنك كل ما تقرأ في القرآن من صفات اليهود تعرف أن في الأمة من سيفعله، وتسأل الله أن يعيذك من ذلك وأن يسلمك وأن يحفظك في نفسك وأهليك وذريتك. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا في أنفسنا وأهلينا وذرياتنا، وأن يعيذنا من ذلك وأن يسلمنا بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. وأيضا ضبطت اليهود والنصارى. اليهود بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى، وبالنصب في فعل محذوف مقدر، تعني أو تقصد أو تريد اليهود والنصارى. قال عليه الصلاة والسلام: فمن، وهذا استفهام تقرير، فمن، معنى فمن أي فمن القوم إلا هؤلاء هم الذين أعني، وهما
الذين أقصد. الحديث هذا يعد علم من أعلام النبوة، يعد علم من أعلام النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بشيء سيقع ووقع طبقا لما أخبر، وقع طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام. وأيضا ننتبه إلى أمر آخر يتعلق بالحديث، وهو أن الحديث هو خبر عن خبر عن شيء سيقع في الأمة، لكنه خرج مخرج ماذا؟ التحذير والتخويف من ذلك، خرج مخرج التحذير والتخويف من ذلك. وهذا المعنى الذي في الحديث بعض أهل العلم استظهره من القرآن، قال سبحانه وتعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. خضتم كالذي خاضوا أي من قبلنا. فبعض أهل العلم استظهر نفس المعنى هذا الذي في الحديث استظهره من القرآن. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه. يقول المصنف أخرجاه، خذوا هذه الطرفة ربما مرت عليكم، بعد سماع اثنين للحديث التفت أحدهما إلى صاحبه قال: ما معنى أخرجاه؟ قال: أي الضب من الجحر. أخرجاه أي الضب من الجحر، وهي أخرجاه أي البخاري ومسلم في صحيحيهما، لكن فيه ضب ودخل جحر الضب وذهنه تعلق بهذا المعنى، فلما سأله صاحبه قال أخرجاه، قال يعني الضب، أخرجاه من الجحر. نعم. قال رحمه الله: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ثم ساق رحمه الله تعالى هذا الحديث الطويل، حديث ثوبان، وموضع الشاهد منه هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. ساق الحديث بتمامه من أجل هذه الجملة، وفيها التنصيص على مقصود الترجمة، أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان. وفي المعنى نفسه أحاديث عديدة جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم يأتي الإشارة إليها. هذا الحديث العظيم يرويه ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام وأعتقه، وأخذ يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمه إلى أن مات صلوات الله وسلامه عليه. يروي ثوبان عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله زوى لي الأرض. زوى لي الأرض يعني جمع أطرافها،
كيف ذلك؟ علمه عند الله. لكننا كل ما نقرأ مثل هذه الأحاديث نستحضر قول الله سبحانه: إن الله على كل شيء قدير، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام النار حقيقة والجنة حقيقة بأم عينيه، والصحابة الصفوف خلفه ما رأوا شيئا، ورأى جبريل وقد سد الأفق، غطى الأفق من عظم خلقه، والذين في مكة ما أحد منهم رأى شيئا. ربنا على كل شيء قدير، ربنا على كل شيء قدير. فلما نقرأ مثل هذه الأحاديث مباشرة نتذكر ما تكرر في القرآن في مواطن كثيرة جدا: إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، ما لا يعجزه شيء. زوى له الأرض، نقول زوى له الأرض، كما أخبر عليه الصلاة والسلام قال: إن الله زوى لي الأرض. معنى زوى أي جمع لي الأرض. فرأيت مشارقها ومغاربها، الشرق والغرب، مشارقها ومغاربها. قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وعين عليه الصلاة والسلام المشرق والمغرب، المشرق والمغرب، وهذا أيضا معدود في آيات النبوة، دلائل النبوة، لأن ملك الأمة اتسع في الجهتين اللتين زويت للنبي عليه الصلاة والسلام، فبلغ أقصى المشرق وأقصى المغرب، لكن لم يتسع هذا الاتساع من جهة الجنوب ومن جهة الشمال. وهذا من آيات النبوة، هذا من آيات النبوة. قال: فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، هذه آية أخرى من آيات النبوة. ويقصد بالكنزين كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم الذهب، وعبر بالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم الجواهر والفضة. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي، أي دعوت الله سبحانه وتعالى، ألا يهلك أمتي بسنة بعامة. السنة الجد، السنة الجد والقحط، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. عامة أي شاملة، تهلك الجميع، قحط يعني مهلك للجميع. سألت الله ألا يقع ذلك في أمتي، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم من الكفار، فيستبيح بيضتهم، أي يستأصل معظمهم وجماعتهم. قال: وإن ربي سبحانه وتعالى قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وفي الدعاء: ولا راد لما قضيت، ولا راد لما قضيت. إذا قضى الله قضاء لا بد أن يقع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا راد لقضاء ولا معقب لحكمه. وإني أعطيت لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، أي جدب عام، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أقطارها يعني الأرض، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يعني إذا وصلوا إلى هذه الحال سلط عليهم عدوهم، إذا وصلوا إلى هذه الحال، لأن حتى هنا لنهاية الغاية، انتهاء الغاية، فإذا وصلوا إلى هذه الحال سلط عليهم الكفار. وهذا يتضمن أن الواجب على المسلمين أن يتحدوا وأن يعتصموا وأن يأتلفوا وأن يحذروا من التباغض والتدابر، لأن هذا مؤذن بالفشل ومؤذن بتسلط ماذا؟ العدو. قال: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد:
وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين إلى آخره. وأيضا هذه الزيادة موجودة في سنن أبي داود وغيره وهي زيادة ثابتة، وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. الأئمة المضلين هنا يعني الآن مسألة عقيدة، مسألة إيمان، ومسألة خوف من الهلاك والشر. ففي أثناء ذلك يقول عليه الصلاة والسلام إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. بعض الألفاظ إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وهذا في خطورة أئمة الضلال وخوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمة منهم. ويدخل في أئمة الضلال دعاة الباطل الذين يزينون للناس الأهواء ويزينون لهم الباطل ويحرفونهم عن دين الله. وأخطر هؤلاء كلهم من يزينون للناس الشرك والعياذ بالله، ويطلقون عليه أسماء من أجل أن يروجوه بين العوام والجهال. قال إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذا أيضا من آيات النبوة، لأن لما وقع السيف بقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه لم يرفع بعد ذلك، لكنه يخف تارة ويزيد تارة. قال ولا تقوم الساعة، وهذا موطن الشاهد من سياق الحديث بتمامه، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهم القبائل، ولهذا جاء في رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، قبائل من أمتي قال تلحق بالمشركين. وحتى تعبد فئام من أمتي، الفئام الجماعات الكثيرة، حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان الجماعات الكثيرة. وهذا هو الآن الشاهد للترجمة، باب أن بعض الأمة ما جاء أن بعض الأمة تعبد الأوثان، هذا نص في الباب. ومثله أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. ذي الخلصة وثن كان يعبد في الجاهلية، أخبر أنه سيرجع وأن النساء دوس سيطفن به مثل ما كان يفعل سابقا. وقال كما في صحيح مسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة، فالحاصل أن هذه الأحاديث هذه كلها يقولها عليه الصلاة والسلام إخبارا بأمر يقع، وفي الوقت نفسه ماذا يحذر الأمة أشد التحذير من ذلك. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. الذين زعموا أنهم أنبياء أكثر من هذا العدد بكثير، لكن مقصود بال30 أي ممن تقوم لهم شوكة ويظهر لهم شأن ويكثر الأتباع لهم. وجد عدد من هؤلاء بهذه الصفة، فأخبر أنه سيكون في أمته كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. فالمقصود بال30 يعني ممن لهم ظهور وشوكة وأتباع. أما يعني مجرد قول الشخص عن نفسه أنه نبي هذا كثير جدا، وكثير يعني من المختلين عقليا من يصيبه مثل أمراض فيختل عقله، أو يتعاطى والعياذ بالله المخدرات ويختل عقله، كثير من هؤلاء يقول أنه نبي. فالمعني هنا بال30 الذين لهم ظهور وشوكة وأتباع. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي.
وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. انتهت النبوات والرسالات بمبعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه طائفة باقية مهما حصل في الناس من تغير ومن تحول ومن تبدل ومن ضلال وغير ذلك، فيه طائفة باقية على الحق أي على السنة والهدي المتلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ماضون على ذلك، معتصمون بكتاب الله، منصورون مؤيدون بتأييد الله عز وجل، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى قيام الساعة. والمراد بقيام الساعة أي ساعتهم، لا الساعة الكبرى، لأن الساعة الكبرى لا تقوم إلا على شرار الخلق، حيث لا يقال في الأرض الله الله، أولئك الذين تقوم عليهم الساعة. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء. تفسير آية النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فإذا كان هذا وجد في أهل الكتاب فإنه سيوجد مثله في هذه الأمة. نعم. قال رحمه الله: الثانية تفسير آية المائدة. نعم، آية المائدة: هل أنبئكم، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فهذا الذي وجد في أولئك سيوجد مثله في هذه الأمة. قال رحمه الله: الثالثة تفسير آية الكهف. نعم، أي قول الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وقد تقدم الكلام على شيء من معناها. نعم. قال رحمه الله: الرابعة وهي من أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ حتى تفهم هذه الفائدة انظر في هؤلاء الذين ذكرهم الله بقوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون أي للمشركين، يقولون للمشركين أي عن المشركين، يقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أهدى من النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا القول الذي قالوه يقولونه عن شيء فعلا يعتقدونه في قلوبهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى، أن هؤلاء أهدى من النبي، وإلا مجارات فقط في الظاهر للمشركين ومسايرة لهم؟ الله عز وجل أخبر عنهم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، عندهم معرفة به وأنه هو الأحق وأن دينه هو الدين الصحيح. فيقول الشيخ: الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ ومعرفة بطلانها. الذي يتأمل يجد أن هؤلاء ليس عن اعتقاد، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ويعرفون دينه وأنه صح من دين أولئك، ولكنهم وافقوا أولئك مجاراة لهم وحسدا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. نعم، قالوا في المشركين الكفار أنهم أهدى سبيلا من المسلمين أي من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. نعم. قال رحمه الله: السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد إذا كان وجد في اليهود من يقول أن المشركين أهدى سبيلا من المؤمنين، فسيوجد أيضا في المنتسبين للإسلام من سيقول أن الكفار أهدى سبيلا من المؤمنين، شبرا شبرا، ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتهم.
فهذا أيضا يكون فيه شاهد للترجمة. نعم. قال رحمه الله: السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. نعم، المقصود بالترجمة وأيضا به تفهم الآيات الثلاث أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة، كل ما وجد في من قبلنا لا بد أن يوجد في هذه الأمة، بدليل حديث أبي سعيد، أي قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبله. والآيات التي مرت فيها الإيمان اليهود بالجبت والطاغوت، فيها تفضيل دين المشركين على دين الإسلام، فيها عبادة الطاغوت، فيها اتخاذ القبور مساجد، هذه الأشياء كلها وجدت فيهم، فهي أيضا ستوجد في هذه الأمة. نعم. قال رحمه الله: السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان، في هذه الأمة في جموع كثيرة. في جموع كثيرة، لأن في حديث ثوبان قال: حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. نعم. قال رحمه الله: الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق والقرآن حق وفيه أن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثير. نعم، وهذا مثل ما قال الشيخ، هذا عجب عجاب، والعجب من رجل يعني كان ينطق بالشهادتين ويصرح بأنه من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ثم يدعي هذه الدعوة الباطلة، وأيضا من العجب العجاب أن يوجد من يتبعه في ضلاله وكفره. نعم. قال رحمه الله: التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال رحمه الله: العاشرة الآية العظيمة، أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. نعم، هذه آية من آيات الله في حفظه لأوليائه وحفظه لدينه سبحانه وتعالى، أنه مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. نعم. قال رحمه الله: الحادية عشرة، أن ذلك إلى أشراط الساعة. أن ذلك ماذا؟ أن ذلك إلى أشراط الساعة. أن ذلك إلى أشراط الساعة. أن ذلك إلى أشراط الساعة. بقاء طائفة. أن ذلك في النسخ إيش؟ في النسخة أخرى أن ذلك الشرط لقيام الساعة. أعد. في بعض النسخ أن ذلك الشرط لقيام الساعة، وفي بقية النسخ مثل الأصل إلا أنه من بدل إلى. أن ذلك من أشراط الساعة. على كل المعنى واضح، قال أن ذلك ماذا عندك؟ إلى أشراط الساعة. إلى أشراط الساعة، يعني قوله حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله، يعني الواضح في ذلك هو الريح التي صح في الحديث يرسلها الله في آخر الزمان فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، وهي من علامات أيضا دنو الساعة تلك الريح، فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. نعم. قال رحمه الله: الثانية عشرة، ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين،
وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. نعم، يعني هذه أمور وقعت، أخبر أنها ستقع ووقعت طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام، أخبر عن أمور كثيرة ستقع ووقعت، مثل أن ملك أمته سيبلغ ما زوي له منها، ومثل إجابة الله لدعوة لأمته في الاثنتين، ومثل إخبار بوقوع السيف وأنه لا يرفع، بظهور المتنبئين، إلى غير ذلك من أمور أخبر بها ووقعت طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: الثالثة عشرة حصره الخوف على أمته من الآئمة المضلين. نعم، لأن قال وإنما، هذا أسلوب من أساليب الحصر، وإنما أخاف على أمة الآئمة المضلين، فكان يخاف على أمته من أئمة الضلال. نعم. قال رحمه الله: الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. نعم، التنبيه على معنى عبادة الأوثان في قوله حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، فيلحقون بالمشركين، يلحقون بالمشركين أي يصيرون إلى ما عليه المشركين من عقيدة الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، ويرتدون عن الإسلام ويقبلون على الأوثان يعبدونها كما كانت تعبد في الجاهلية. حفظنا الله أجمعين في أنفسنا وأهلينا وذرياتنا، وأعاذنا أجمعين من عبادة الأوثان. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم انفعنا يا حي يا قيوم بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، واهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأعذنا يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، غنمنا أجمعين خيرات هذه العشر وبركاتها، وغنمنا خيرات وبركات ليلة القدر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا في هذا الوقت أو في هذه الأوقات وفي كل وقت على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم يا ربنا أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.